الله الرحمن الرحيم. قمنا هذا اليوم بزيارة المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وكان الهدف الرئيسي من الزيارة هي الاطلاع والوقوف على درجة استعداد القطاعات الموجودة، واللي هي خليط من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وكذلك من الشرطة المحلية. وأيضا تم تدقيق الخطط، ووجهت بوضع خطة جديدة لإعادة الانفتاح وعدم الاعتماد على الخطط القديمة والخطط اللي اعتبرت روتينية. الكل يعلم أنه العدو أو التهديد الرئيسي في كركوك هو داعش، وخاصة في مناطق جنوب غرب وغرب مدينة كركوك. الوضع مسيطر عليه، العدو لا يشكل خطر أبدا، بل يشكل قلق في بعض الأماكن النائية واللي توجد فيها تضاريس مثل الجبال والأدغال والوديان. القوات الأمنية الحمد لله والشكر معنوياتها عالية، هناك تنسيق جيد جدا بين القطاعات بالرغم من أنه هي القطاعات مختلفة يعني، وإحنا متابعينهم إن شاء الله، وأصدرت عدة توجيهات إن شاء الله يلتزمون بها. وأيضا